اليوم كانت واحد المأدوبة ديال العشاء من حركة الضمير الأخضر على شرف الإخوان الفلسطينيين، وصراحة داز في واحد الأجواء اللي هي أخوية، وكان في المقابل واحد التذكار من إخوان الفلسطينيين لحركة الضمير الأخضر، ولكن هذاك التذكار كنعتبره أن ماشي لحركة الضمير الأخضر، كنعتبره تذكار جميع الرجاويين، لأن شيء مكرم الضيافة معروف على جميع الرجاويين، وأي رجاوي راه إلا سولتيه كان غيفتح البيت ديالو للإخوان الفلسطينيين، وحنا نيابة عن الجماهير الرجاوية كنقولوا لهم مرحبا بكم وانتم في بلادكم، وحركة الضمير ما هي إلا واحد الجزء من الجماهير الرجاوية اللي كترحب بكم، ولأن العلاقة ما بين الجماهير الرجاوية والشعب الفلسطيني هي علاقة وطيدة، وكنتمنى تكون بداية ديال ربط علاقات أخوية مع الجماهير الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وكما كنقولوا رجاوي فلسطيني، وإن شاء الله تكون القدس وفلسطين حرة. وبهذه المناسبة هذه كنبغيو نقدموا الشكر لجميع أعضاء الحركة ديال حركة الضمير الأخضر، لأن صراحة كانوا إخوان اللي خداو كونجي، كاين اللي خدا كونجي كاين اللي ما خدمش، وتطوعوا في استقبال الإخوان الفلسطينيين، وكانوا مرافقين دائمين لهم طيلة فترة المقام ديالهم، وكاينين إخوان اللي مازال غادي يرافقوهم في ديالهم في فلسطين، وهذا واجب وهذا تكليف أكثر ما هو تشريف، وكما كنقولوا لأن العلاقة ما بين المغرب وفلسطين هي علاقة تاريخية، والقضية الفلسطينية هي قضية قومية وقضية وطنية مغربية، وحنا كرجاويين فالعلاقه الحب والعلاقه اللي كتجمعنا ما بين فلسطين هي واحد العلاقه كبيره، وكتستجدها الجماهير الرجاويه من خلال الاغاني اللي كترددها في المدرجات، وكما كنقولوا هذه هي البدايه. كنشكر حركه الضمير الاخضر على هذا التشريف هذا اللي مثلات به الجماهير الرجاويه، وشكر خاص على الاخوان ديال رابطه الهلال القدس على التذكار اللي عطاو لحركه الضمير، وكان حفل عشاء اللي دات في واحد الاجواء اخويه وواحد المحبه اللي نتمناو تكون ان شاء الله الا البدايه. اول شيء يعني بالنسبه للتكريم اللي صار اليوم هو تكريم طبعا رمزي، القيمة الحقيقية مش بالدرع، لأنه تكريم الإخوة المغاربة بشكل عام ومؤسسة الضمير ونادي الرجاء البيضاوي، هو لو بدك تيجي أنت تيجي على فلسطين مزبوط راح تلاقي التكريم هو في قلوب كل فلسطيني، مكرمينكم مكان دافئ مكان حنون في القلب الفلسطيني بشكل عام، يعني كل أبناء الشعب الفلسطيني الكبير والصغير، كمان النساء فلسطين رجال فلسطين بكنوا كل الاحترام والتقدير والمحبة لأهلنا في المغرب العربي، وإن شاء الله إحنا بنشوفكم على أرض القدس قريبا، وهناك كمان إن شاء الله بتلمسوا جزء من التكريم، يعني لأنه التكريم اللي بالقلب ولا إشي يعني بيعطيه قيمته الحقيقية. أول حاجة كنشكروا جميع الأعضاء ديال حركة الضمير اللي ضحوا بالوقت ديالهم وبالصحة ديالهم في سبيل استقبال ديال هاد الإخوة الفلسطينيين، وكنجدوا لهم الترحاب ديالهم، كنقول لهم مرحبا بكم في البلد ديالكم الثاني، والحمد لله صرنا إخوان، ونتمنوا من الإخوة الفلسطينيين مقام جيد هنا في المغرب، وتبقى فلسطين حرة مستقلة. هذا أقل شيء نقدر نقدمه لجمعية الضمير الأخضر وجمهور الرجاء البيضاوي على حسن الضيافة والعطاء وهذا العشاء الفاخر، مشكورين جدا جدا. Yeah.
تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيلبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.